ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، بعد التحية ضعنا في تفاصيل المشهد لديك وبرنامج اليوم في مهرجان العالم عالمين. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. برنامج الخاص بمهرجان العالمين 2023 والذي يأتي تحت شعار العالم عالمين. هذا المهرجان تنوع كما ذكرتم من حفلات مختلفة، احتفالات خاصة باحتفالات رياضية، نشاطات رياضية، بطولات متنوعة مرتبطة بطبيعة المكان. يعني ربما رصدنا سويا الأسبوع الماضي الاحتفال الخاص بالكينج محمد منير والانطباعات المميزة والمختلفة التي رصدناها من الحضور الذين جاءوا خصيصا لحضور هذا الاحتفال، بالإضافة بالطبع للنجمة الكبيرة إليسا والتي كان لها أيضا جمهورها الخاص، بالإضافة لذلك بالطبع العديد من النشاطات المختلفة داخل الشواطئ الخاصة بالعالمين الجديدة أو حتى الكورنيش الجديد الذي تم إنشاؤه. نتحدث عن هذا، ربما الكورنيش يأتي إليه المواطنين من جميع الأعمار، يستطيعون أن يعني يذهبوا إلى الشواطئ المجانية، يستطيعون أن يذهبوا إلى الكورنيش كما ذكرنا، يستطيعون أن يحضروا الحفلات المختلفة. ولكن المميز في هذا المهرجان هي المسابقات الرياضية مثل كرة الطائرة الشاطئية التي سنكون على موعد معها في نهاية هذا الأسبوع، بالإضافة بالطبع لطبيعة المكان التي فرضت على واحدة من أهم الألعاب الرياضية أن تأتي إلى العالمين الجديدة، وهي بالطبع لعبة السباق الثلاثي عن طريق ركوب الدراجات والسباحة في البحر، وأيضا عن طريق الركض أو الجري مسافات مختلفة 100 متر أو 200 متر أو حتى 3 كيلو أو 4 كيلومترات مختلفة تختلف حسب المسابقة في حد ذاتها. هذه نقطة. بالإضافة لذلك أيضا كرة الطائرة الشاطئية ستأتي هذه البطولة التي تدور في مدن مختلفة حول العالم، واختارت العالمين الجديدة لتكون إحدى النقاط التي تستمر بها هذه البطولة. بالإضافة لذلك هذا الأسبوع سيكون هناك عدد من الاحتفالات المختلفة والحفلات الغنائية، الحفلات الغنائية للموسيقار، حفلات موسيقية عفوا للموسيقار العالمي عمر خيرت الخميس القادم، وأيضا النجمة الكبيرة كارول سماحة، ثم بعد ذلك الجمعة القادمة فرقة مسار إجباري التي أيضا ستشارك في هذا المهرجان. نتحدث أيضا عن إقبال كثيف وكبير جدا من المصريين وأيضا الأجانب من إخواتنا العرب أو حتى من الأجانب من القارة الأوروبية وأيضا القارات الأخرى والولايات المتحدة الأمريكية، موجودين بالفعل داخل العالمين الجديدة، وأيضا اختاروا الفنادق المختلفة، هذه الفنادق التي تم إنشاؤها بالفعل حديثا لاستقبال المواطنين والزوار، بالإضافة للشاشات العملاقة داخل الممشى والكورنيش السياحي حتى يستطيع الزوار مشاهدة الحفلات المختلفة إذا لم يستطيعوا حجز التذاكر حسب النجم الذين سيودون الحضور حفلاته المتنوعة. يعني هذه نظرة عن ما يحدث في العالمين الجديدة في هذه النسخة من مهرجان 2023. كريم بيبرز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العالمين الجديدة.